مكان ساحر وحضور ضعيف لنجوم السينما. في هذه الأجواء اختتمت الدورة 36 لمهرجان القاهرة السينمائي، دورة أثارت جدلا واسعا. فرغم تعرض حفل الافتتاح لمشاكل تنظيمية، إلا أن الفعاليات حظيت بإشادة النقاد والسينمائيين، سواء من حيث اختيار الأفلام المشاركة وعددها 155 فيلما، أو إقبال الجمهور على العروض الذي وصل إلى 21 ألف متفرج. كما أفرز المهرجان تجارب شابة من خلال أفلام تحمل لغة سينمائية جديدة. إقبال الجمهور من صناع ونقاد السينما وجمهور السينما على المهرجان، بحيث أنه يعني من تاني يوم أو تالت يوم أصبح كل القاعات مشغولة تقريبا 90% أو 100%. أفلام السنة دي كانت تعبر عن تنوع وثراء كبير جدا. كل من تابع من فعاليات المهرجان انبسط جدا من دقة المواعيد في العروض وفي الندوات، وكل الاحتفالات اللي اتعملت على هامش المهرجان كانت برضو جيدة جدا. جائزة المسابقة الدولية للمهرجان التي تنافس فيها 16 فيلما ذهبت إلى الفيلم الإيراني ملبورن، وفاز خالد أبو النجا بأفضل ممثل عن دوره في الفيلم الفلسطيني عيون الحرمية. كما فازت أدال هانيل بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم الفرنسي الحب من أول صراع. أما الفيلم المصري باب الوداع فحصل على جائزة أفضل إسهام فني. كذا فيلم شفناه في لغة سينمائية جديدة جدا، وبعدين احنا كان عندنا في المسابقة انيميشن ودوكيومنتري كمان، فده كان جديد عليا. أما مسابقة الأفلام العربية أفاق التي رأست لجنة تحكيمها الفنانة ليلى علوي وتنافس فيها 8 أفلام، فحصل الفيلم اللبناني يوميات شهرزاد على جائزة صلاح أبو سيف لأفضل فيلم، وحصل الفيلم الأردني ذيب على شهادة تقدير خاصة. أنا شايفة إن الدورة السنة دي فيها يعني فيها تطور وفيها فعاليات مهمة، فخورة بيها جدا. بفتخر كمان برئاسة لجنة تحكيم آفاق السينما العربية، لأن حقيقي في خطوات إيجابية جدا جدا من مخرجين السينما العربية لحياتنا ولحياة الإنسان في العالم. مهرجان هذا العام كان مختلفا من حيث الشكل والمضمون، فالإدارة الجديدة تسعى إلى تغيير المفهوم السائد للمهرجان الذي تمحور حول الشكل الاحتفالي للحدث، وتحويله لتظاهرة فنية تلقي الضوء على أهم التجارب السينمائية في العالم. ربما تكون هذه الدورة من مهرجان القاهرة السينمائي قد خلت بعض الشيء من الإبهار والمظاهر الاحتفالية، ولكنها كانت ثرية سينمائيا على حد قول العديد من النقاد، من حيث برنامج المهرجان المتنوع، الأفلام الجيدة، والإقبال الجماهيري على العروض. سمر بشات، العربية، من أمام أهرامات الجيزة.